4 أشهر فقط تفصل أبو ظبي عن استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، أكبر حدث رياضي إنساني في العالم. الاستضافة تأتي بعد احتضان العاصمة الإماراتية للألعاب الإقليمية في مارس الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الألعاب العالمية في مارس المقبل نسبة مشاركة غير مسبوقة. للحديث عن الألعاب والاستعدادات لاحتضان هذا الحدث الكبير نستضيف الدكتور يوسف الحمادي، رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في الأولمبياد الخاص للألعاب الأولمبية في أبوظبي 2019. سعيد جدا بتواجدك معنا دكتور. دعنا في البداية نتحدث منذ إعلان فوز أبوظبي أو الإمارات بتنظيم الألعاب الأولمبية لأولمبياد الخاص كأول مدينة في شرق الأوسط تستضيف هذا الحدث، وشاهدنا في الشهور الماضية العديد من الفعاليات، بداية كانت من الألعاب الإقليمية وصولا إلى الأحداث الذي شاهدناه والمبادرات. دعنا نتحدث يعني عن هذه أو بعد هذه الإشادة لاستضافة أبوظبي للألعاب الإقليمية، كيف أنتم حضرتم لاستقبال هذا الحدث الكبير؟ مشكورين في البداية على الاستضافة الكريمة، والحمد لله نحن من بداية استلام أبوظبي لعلم استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019، وتحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، استعدادات ما شاء الله كانت كبيرة وما زالت ذات وتيرة متسارعة إلى الآن. في أبو ظبي نحن الحمد لله كانت الثقة العالمية كبيرة في إمكانيات إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات بصفة عامة، إمكانيات البنية التحتية والبنية التكنولوجية وكرم الضيافة وخبرة أبو ظبي والإمارات في استضافة الأحداث العالمية الكبرى. نحن إن شاء الله بنكون على قد المسؤولية هذه، واستعداداتنا متسارعة وماشيين فيها إن شاء الله ضمن جدول زمني منظم ومحدد ويتابع بصفة دائمة، طبعا 120 يوم بالضبط من اليوم، فإن شاء الله نحن بنكون في الموعد إن شاء الله. هذا الشيء واضح دكتور، والله دائما الحديث يدور وهناك ربط بين الألعاب البارالمبية والأولمبيات الخاصة. لما أنا شخصيا أنا أعرف أن الأولمبيات الخاص هناك فرق كبير بينه بين رياضة البارالمبية، لكن دائما الحديث يدور حول العالم ودائما هناك ربط بأن هذه الرياضة مثيل لهذه الرياضة. لو تشرح لنا بشكل بسيط حول الفرق بين هذين. الجانب المشترك بين الأولمبيات البارا أولمبية والسبيشال أولمبيكس أو الأولمبيات الخاص هي اهتمامهم بأصحاب الهمم ذوي الإعاقة. تختص الألعاب البارا أولمبية بالأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، أما الألعاب السبيشال أولمبيكس تختص فقط بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية كأمراض مثل التوحد أو الأطفال المنقولين أو اللي عندهم قدرات عقلية ذات خصائص معينة. جميل. ربما هل الملاعب باتت جاهزة لاستضافة هذا الحدث الكبير، خاصة وأن الإمارات ستستضيف 7000 رياضي ورياضية؟ أعتقد أن البنية التحتية يعني خير دليل بأن الإمارات تمتلك بنية تحتية كبيرة لاستضافتها العديد من الأحداث الرياضية. الحمد لله في البداية نحب نأكد أن احنا في الألعاب الأولمبية في 2019 الخاصة في 2019 حطمنا الرقم العالمي للعدد، عدد الدول التي راح تشارك. راح تشارك معنا 176 دولة من مختلف دول العالم. هناك 6 دول من دول المحيط الهادي لأول مرة تشارك في الألعاب الأولمبية بدعم كبير من قيادة وحكومة الإمارات بدعم وجلب هذه الدول. 7500 رياضي وأكثر من ذلك كذلك، أيضا عندنا تقريبا 3000 مدرب وعائلة وطبيب مرافق للفرق. طبعا 11 مقر للألعاب راح تكون منتشرة في الإمارات وأبو ظبي بالذات إن شاء الله كلها هي متوزعة على كافة الإمارات. على الألعاب الأولمبية فيها شقين، الأحداث الرياضية راح تكون أساسا في إمارة أبو ظبي،
11 فينيو. هناك العاب مصاحبه راح تكون في حتى في الامارات السبع المختلفه، الرياضيين العالميين راح يحضرون قبل الالعاب باسبوع تقريبا، ويشاركون في البرامج الثقافيه المختلفه في الامارات. حرص اللجنه المنظمه دكتور على جعل هذه النسخه الاكثر اعتمادا على التكنولوجيا، هل هو لتسهيل امور الرياضيين او تسهيل امور الجماهير، او هو بشكل عام يعني التكنولوجيا باتت ضروريه بالدخول في مثل هذه الاحداث الرياضيه؟ هو جزء من الثقافه الاماراتيه التي دائما تسعى للتميز. نحن دائما نوعد العالم في استضافاتنا للاحداث العالميه الدوليه ان نحن نكون على الموعد، دائما نقدم الافضل الموجود. لذلك لاول مره في تاريخ الالعاب الاولمبيه الخاص ان راح نستخدم البيانات والتكنولوجيا الحديثه مثل الذكاء الاصطناعي او الماشين ليرنينج، تعلم الاله او حتى انترنت الاشياء، بحيث هذه المعلومات والتقنيات يتم استقطابها وتحليلها واستخدامها لعدة أشياء، منها مثل ما قلت هو الرياضيين. احنا اهم جزء في منظومة الحدث هم الرياضيين بسبب ما يعانون من اعاقات ذهنية، من خلال التكنولوجيا بنتأكد انهم في الوقت الموجودين في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الاشخاص المناسبين، ونقدم لهم الخدمات اللي تسهل عليهم عملية مشاركتهم في هذا. كذلك المشاهدين والمتفرجين راح تكون لهم خدمات تكنولوجية تسهل لهم المشاركة. كذلك من ناحية نحن من توفير البنية التحتية للعمليات التشغيلية أثناء البرامج، واحد من الأشياء اللي راح نقدمها إن شاء الله نحن ما يسمى بالشات بوت أو المساعد الشخصي، بحيث أن 167 دولة جايين بلغات مختلفة يكون عندهم القدرة من خلال الترجمة الآنية، استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل ما قلت، ممكن هو يسأل السؤال باللغة اللي يباها وتم الإجابة عليه بعد ترجمة السؤال للغة العربية والإنجليزية والعودة إليه بنفس الإجابة بلغته. خطوة جميلة جدا أن يكون هذا الذكاء الاصطناعي يخدم يعني الرياضيين في هذا الحدث الكبير. دكتور يعني اللجنة المنظمة فتحت قبل أسابيع باب التطوع للراغبين في تسجيل في البرنامج أو في هذا الحدث الرياضي، هل وصلت الأرقام إلى أو المؤشرات لطموح اللجنة المنظمة؟ احنا الحمد لله استقطب يعني هدفنا ان احنا نستقطب 20,000 متطوع في الامارات المختلفه في دوله الامارات. الحمد لله نحن وصلنا لعدد كبير ما يقارب 10,000 متطوع، وان شاء الله نحن كلنا ثقه في مجتمع الامارات والموجودين سواء من جهات حكوميه او شركات خاصه او المجتمع المدني، يكونون على 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 قد المسؤوليه ويكونون معنا موجودين، ونحن نرحب بهم. والويب سايت لتسجيل المتطوعين سهل ومتوفر، ودائما الشخص ممكن يسجل في اي وقت. دكتور اخيرا، شاهدنا ربما خلال الفترة الماضية عديد من المبادرات من قبل اللجنة المنظمة، ربما شاهدنا قبل أسابيع في حديقة أم الإمارات نمشي معا، وكانت مشاركة كبيرة من عدد الرياضيين من كافة إمارات الدولة. هل هناك مبادرات جديدة قبل بداية هذا الحدث الكبير؟ الحمد لله كانت مشاركة كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد في نمشي معا، وإن شاء الله المبادرات الجاية كبيرة وكثير منها راح يعلن عنها في الوقت المناسب إن شاء الله، بحيث أن نحن نضمن استمراريتها ونضمن مشاركة المجتمع بأكبر فئة ممكنة في هذه الأحداث. يوسف الحمادي الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الأولمبيات الخاص للألعاب الأولمبية، شكرا جزيلا لك في تواجدنا هنا في برنامج الصباح. ساعة صباح لفقرة رياضية انتهت، عودة إلى نانسي وهاني من جديد.